السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أيامكم كل خير. دردشة بسيطة مع السينما قادمة. في البداية أتعجب من يفرح بقدوم السينما، مع أن السينما موجودة في بيته ونت مفتوح وفي خصوصية وبالمجان، فما الفائدة من إخراج الناس إلى دور السينما؟ وما الذي يستفيده المجتمع مما يعرض من خلال هذه السينما؟ من فكر تغريبي وقيم زائفة وتطبيعات سيئة ومنزلقات أخلاقية واختلاط بين الجنسين وغيرها. فعزيزي المدرعم اللي فرحان، لا تكن نظرتك سطحية. السينما جسر وحلقة من حلقات التغريب التي بليت بها الأمة. ممكن يسأل سائل ويقول ليش ما يكون عندنا أفلام محافظة تناسب قيمنا ومجتمعاتنا؟ طبعا صار هذا في الدول الثانية وصار عليهم، يعني في الشام وفي مصر كانت البداية يعرضون صلاح الدين الأيوبي وعمر المختار على ما فيه ملاحظات، وفي النهاية يعرضون ماذا؟ صدور رفخة نساء. يسأل سائل ثاني ويقول السينما موجودة في بيوتنا، وش فرقت معك يا مطوع؟ نقول فرقت يا حبيبي، السينما موجودة في بيتك مو بحجة وهو غلط وشيء هو من شيء. وعلى كذا في ناس تشرب المسكر الخمر، طيب ليش ما نحط لهم برات ويشربون قدام الناس بدل ما يشربون في بيوتهم؟ وش فرقت؟ هل هذه حجة نجعلهم يجاهرون فيها؟ وفي الحديث كل أمة معافى إلا المجاهرين. الواجب الذي ابتلي بهذا هو من يستتر، ليس العكس، المحافظ هو من يستتر. والسؤال الذي يطرح نفسه، ما الذي تجنيه الأمة من السينما؟ وهل الأمة تحتاج إلى السينما مع هذه المبالغ الطائلة؟ وسؤال آخر، لماذا لا نقلد الغرب إلا بالسيء؟ لماذا؟ أخي الغالي، أختي الغالية، لا يكون هدهد سليمان أذكى منا وأفقه منا عندما رأى حضارة سبأ أعجب فيها، لكن لم يجعله هذا يعجب بما هم عليه من كفر وأعجب بحضارتهم، لكنه أنكر ما هم عليه من كفر وضلال. لذلك قال الهدهد عندما رأى ملكة سبأ وحضارتها، قال وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، هنا الإعجاب. لكن بعد هذا جاء الإنكار، قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، لم يسقه إعجابه إلى أن يرضى ما هم عليه من كفر. فنحن أمة اقرأ نتفاعل مع الحضارات الأخرى بشريطة لا تخالف ديننا، فنحن نعجب بوفاء الكلب لكننا لا ننبح كنباحه، ونعجب بطيران النسر لكننا لا نأكل الجيف كما هو يأكل الجيف. فلن يصلح الله آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. طيب يا جماعة الخير، الله يسعدكم ويحفظكم وينفع بكم، يليت تنشرون هذه السنابات اللي مضت لغيركم ينتفعون، لكم الأجر.